أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد على الأساس القوي الذي تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي يحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مواصلة ترسيخها بما يجسد عمق هذه الروابط الوطيدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمجلس سموه بقصر البحر بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة وسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لصاحب السمو الملكي في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها سموه إلى أبو ظبي، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله إلى أخويه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات جلالته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة دوام التقدم والنماء. ونوه سموه بدور دولة الإمارات ومواقفها الداعمة للأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربا سموه عن شكر وتقدير البحرين للدعم المستمر من الإمارات الشقيقة ووقفاتها المشرفة إلى جانب المملكة في مختلف المحطات، ما يعكس نطاق التواصل الأخوي الوثيق بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز التكامل والترابط والالتزام بوحدة المصير المشترك، مؤكدا سموه على الاعتزاز بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من مواصلة النماء والتطور وإنجازات ملموسة تتسق مع رؤاها التنموية الشاملة، مما مكنها من بلوغ مكانة مرموقة تنمويا واقتصاديا. وقد رحب صاحب السمو الملكي بل رحب صاحب السمو ولي العهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالزيارة الأخوية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات، مشيدا بما يجمع البلدين من علاقات أخوية مميزة على كافة الأصعدة. وقد تناول اللقاء التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة فيما بينهما والمواضيع المتعلقة بجملة من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.